بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في برنامجكم كيف مالك، البرنامج الذي يعنى بإدارة الأموال في الإسلام في حياتنا كي نحظى برضا الله عز وجل. حلقة اليوم تتحدث على أن الأقربون أولى بالإنفاق. هذا الشعار، شعار الأقارب هم أولى بالإنفاق، هذا محور حديثنا اليوم من خلال 6 محاور. لماذا أتحدث عن هذا الموضوع؟ القرآن في 17 آية يتحدث عن هذا الشعار الذي نطرحه في هذه الحلقة، الأقربون أولى بالإنفاق. طبعا هذا ليس بحديث، حتى ما يقال الأقربون أولى بالمعروف أيضا ليس بحديث، لكن الشعار الذي ندعمه هذه الحلقة نذكر فيه أن الله عز وجل أمرنا بالانتباه إلى أقاربنا، وخاصة في موضوع الصدقة. نحن نعلم أن كثيرا من الناس عندما يريد أن يتصدق في هذه الأيام فإنه يبحث عن جمعية خيرية، أو أنه يبحث عن فقير لا يعرفه، أو ربما يبحث عن مسجد يبنيه. لكن تعالوا نفكر سويا، وكلها أمور جيدة، يعني اليوم أنا لا أنكر ذلك، لكن تعالوا نفكر مرة أخرى، أي الناس أولى بالصدقة وأي المشاريع أولى بالصدقة؟ وهذا يقودنا إلى المحور الثاني. لماذا كثيرة هي الأدلة على أن الأقربين أولى بالإنفاق؟ سنجد أن القرآن كثيرا ما قال وآتى المال على حبه ذوي القربى، ثم يذكر وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، أو يقول في موضع آخر وإيتاء ذي القربى وآتي ذا القربى حقه، ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيؤكد بصورة واضحة وجلاء واضح فيقول الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم أي على القريب ثنتان، صدقة وصلة اثنان في واحد. إذن أنت تحصل على ثواب أكبر إذا ما تصدقت على أقاربك. هذا القريب بصدقتك عليه تكون قد وصلت رحمك كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر أنت حميت نفسك وأهلك. في المحور الثالث نسأل، هذه الصدقة هل تساهم في الحفاظ على سمعة عائلتك أنت؟ اليوم ببساطة شديدة هناك بعض القواعد الاقتصادية والأخلاق والأوامر النبوية تعود عليك أنت بالفائدة المادية أكثر مما تعود على الفقير أو صاحب الحاجة. عندما تتصدق على قريب لك إنما تأخذ ضعف الصدقة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في الجانب الآخر وهو الجانب المادي أنت تنقذ عائلتك أنت وسمعة عائلتك أنت من أن يقال إن هذا الإنسان الفقير هو ابن عمك أو أخوك أو قريبك، وهو من الفقراء الذين يأخذون ربما من الجمعيات الخيرية، أو ربما يتسولون على أبواب المساجد. فما بالك اليوم إذا أردت أن تخطب لابنك أو يخطب من بناتك؟ سيقول الناس إن نصف هذه العائلة أو كثير من هذه العائلة أو بعض هذه العائلة يتسول أو هو من الفقراء. والمشكلة الكبرى إذا كنت أنت من أغنياء هذه العائلة، فما هي السمعة التي ستحصل عليها؟ لذلك يسعى الإسلام أن تحظى بسمعة طيبة لك ولعائلتك في الدنيا قبل الآخرة. في المحور الرابع أقول لك تصدق على أقربائك، نعم لكن سرا لا علنا. عندما تقدم هذه الصدقة لأقاربك يجب أن تكون هذه الصدقة في السر لا في العلن لا في الجهر. على سبيل المثال، لو أردت أن أتصدق على أخي من الزكاة والصدقات وهي تجوز على الإخوة طالما أنك لست مسؤولا عن إعالتهم ولا يعيشون في بيتك ولا تجب النفقة عليهم، فيمكنك أن تعطيهم من الزكاة ومن الصدقات، وهم أولى كما قلت. القرآن في 17 آية يحدثك وآت ذا القربى حقه كما في سورة الإسراء وغيرها، والنبي عليه الصلاة والسلام يبين ذلك، فهو الذي قال إنما يأكل آل محمد من هذا المال، أي من ماله عليه الصلاة والسلام، وهو كثير. إذن عندما تريد أن تتصدق على أقاربك فهذا هو المقترح الذي أود أن نصغي إليه السمع في هذه الحلقة. لا أن نتصدق على أقاربنا وجها لوجه، لأننا نريد أن نحفظ كرامتهم. إذن ما السبيل لصناعة المعروف بأعلى الدرجات من الاستثمار للصدقة؟ الأمر سهل وبسيط وميسر، أن تعمد إلى صندوق العائلة وإلى كبير العائلة الذي يتولى هذا الصندوق،
وتقول له خذ هذا المبلغ وأعطه لمن هم بحاجة، أو عوز في عائلتي، ابن عمي، أخي، زوجة أخي المتوفى، قريبي الذي يعيش في ضنك وفي عيش وفي مرض. هذه الطريقة تحفظ عائلتك وتحفظ ماء وجوههم. المحور الخامس وهو مهم جدا أيها السادة، أن بطون الأقربين أولى من بناء المساجد. لابد أن نعي أن الأقارب هم أولى بالإنفاق، والنفقة عليهم مقدمة على النفقة لبناء المساجد، والنفقة مقدمة أيضا على الفقير الغريب. إذا كان إطعام الجائع مقدم على بناء الجامع، فما بالك إذا كان هذا الجائع هو قريب لك، وهو ممن أمرك الله عز وجل أن تعطيه حقه وأن تقدمه على كل الناس، فقال يتيما ذا مقربة. إذا كان هناك يتيمين، فيتيما ذا مقربة مقدم على اليتيم الذي هو غير قريب. لذلك نجد أن الله عز وجل يؤكد على هذا المعنى. أرجو من الله عز وجل أن تكون هذه الفكرة واضحة، أن نحاول أن نطبقها في حياتنا، لأننا من خلال هذا البرنامج نريد أن نتعلم كيف نتعامل مع أموالنا، ليس فقط على مستوى الصدقات وإنما على مستوى الحياة الدنيا، كيف نستثمره بطريقة أفضل، كيف نحظى بسمعة طيبة. دائما أقول مالكم حلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.